السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اخواتنا وحبايبنا ومتابعينا. معاكم ان شاء الله مسابقه تحدي الابطال، مستمرين معاكم مسابقه عيد الاضحى تحدي ابطال كبسي. كل سنه طيبين جميعا. النهارده ان شاء الله انا هرش ابيض 3 سبعات من كبسي للاستخدامات الداخليه الاوضه اهي. برضو انا قلت برضو اشارك بعض زمايلنا اللي احنا بنعمله. انا في حاجات من اللي جايب اساسها باليستر، وديت واخده بطانه بلدي سكرتين معجون فنطره، واخده وش فيلر، بعد كده خدت باليستر معانا برضه في المسابقه. ادينا وش بالياستر ابيض، صفينا بالياستر، بنلقط معجون، بندي مسحه بنزين حلوه وابدا اشتغل عليها اللاكيه. فلما بشتغل لاكيه على تاسيس بالياستر الجوده تطلع معايا عاليه خالص، والشغل بتحس ان هو اصلا بوهيه فرن ما هوش بوهيه عاديه. لابد 3 سبعات مستو كبسي عن اي نوع تاني او اي منتج تاني، التغطيه بتاعته عاليه وان هو سريع معايا في الجفاف. انا يهمني في اللاكيه هنا ان يكون معايا سرعه في الجفاف، حتى في انواع تانية ممكن اللمعة اعلى شوية، لكن ده ميزته سريع في الجفاف، فما يكون تحته خدمة حلوة اللمعة بتاعته تبقى عالية جدا. هنشوف مع بعض ان شاء الله. انا الابيض اهو معايا، انا حضرت نقطة اسود بسيطة عشان اقلب كله مرة واحدة. الاول لازم اقلب العلبة كويس الاول، بعد كده ابدا اخف بالبنزين واشتغل. انا هشتغل برش، لو هتشتغل بالفرشة اشتغل بالنفط المعدني. يا جماعه لما بنرش اللاكيه على ارضيه زي البنيستا الابيض بيطلع معانا الجوده اكنه بقى يكون لما عاليه بتفضل محافظه على نفسها كده والنعومه تطلع عاليه جدا. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.